تحديدا واضح ايضا الرغبه السعوديه بشكل اكبر بان تسجل. احنا عندنا تيكي تاكا سعوديه، سيطره واستحواذ ومثلثات ومربعات. لو الكره عادله السيناريو الشوط ده يخلص 2 للسعوديه 1 لبولندا، طردين لبولندا بس الحكم ناسي الكروت الحمراء. انما زي بقول لك انا مستمتع، السعوديه بتقدم كره حلوه قوي قوي قوي. لو استمر هذا الاداء مع تركيز في اللمسه الاخيره قدام المرمى 3 نقاط مهمين، العوده مهمه، الاطراف بتشتغل كويس قوي النهارده الشمال واليمين. كابتن هذا الكرت الاصفر الاول، الكرت الاصفر الاول. نعم. هذا الاول. أيوة. شوفوا كمان مع البريك في الحاله الثانيه ايضا. احنا مش هنسيب جمال غندور اليوم. ها هو حتى قبل الكره اللي طلع فيها حط كوعه، صحيح حط كوعه في وش البريك. هو بدل ما يعطي كاش كرت احمر اعطى عبد الاله المالكي. شوف هنا هي كرت أصفر. احمر مباشر. نعم كرت احمر مباشر، سيبك حتى من الانذار الثاني. صحيح. فالنهارده الحكم اعتقد ان الحكم والفار ظلم السعوديه في هذا الطرح. المهم ان الحاجه الدفاعيه لازم تتظبط الناحيه الشمال، لان كاش مفتاح لعب اساسي للمنتخب البولندي، فلازم البريك يثبت كويس او حد يميل عليه من وسط الملعب. فاعتقد النهارده اداء كبير. نعم. وشوط مميز للمنتخب السعودي ينقصه فقط اللمسه الاخيره وتسجيل الاهداف. انا اتمنى انه لعبه من اللعبات انه يكون سعود عبد الحميد دائما يطلب الكره على الخط، على الخط لو يحاول في لعبه واحده يطلب في ظهر السنتر. انا جميل. اتوقع انه ان شاء الله هيكون فيها خطوره كبيره. ساعدني